كل ادوات البرو في الكاب كات تقدر تستخدمها بسهوله وبشكل قانوني، وده بدون اي تاخير ولا باتشات. قبل ما ابدا الشرح، ما انساش تعمل لايك وشارك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا على الشرح. يلا بينا. هنشغل برنامج الكاب كات وهندوس على ترس ده اللي هو بتاع السيتنج. بعد كده هدوس على سيتنج وهتدوس على الفولدر ده بتاع السيف تو، وهننسخ البارتيشن ده. هندوس على كنترول سي او هدوس كليك يمين وهتدوس على كوبي. بعد كده هنخرج وهندوس على كرييت بروجكت. هنضيف الفيديو اللي احنا عايزين نعمل عليه المونتاج وليكن هو الفيديو ده، وهنحطه في التايم لاين زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنجرب الميزات كلها المدفوعة. طبعا الطريقة دي طريقة رسمية بدون كراكات ولا باتشات ولا اي حاجة، طريقة رسمية ما فيهاش اي مشكلة ولا فيها مخاطر على الجهاز خالص. نيجي كده نجرب التكست وندوس على اوتو كابشن وهندوس على جنريت. هنيجي كده عند التمبلت اللي مدفوعة زي ما انت شايفين، هنختار اي واحدة كده زي ما انت شايف، هتلاقيها اتضافت معاك عادي بدون اي مشكلة. ونخش على المؤثرات كده ونختار اي مؤثرات زي ما انت شايفين من اللي هي مؤثرات المدفوعة اهو زي ما انت شايفين. وهنيجي عند ترانزيشن وهندوس على اي تأثير زي ما انت شايفين، حط زي ما انت عايز. هنقسم كده الفيديو وهنحط التأثيرات زي ما انت شايف. بعد ما حطينا التأثيرات المدفوعة كلها زي ما انت شايف في الفيديو، هندوس على كنترول ايه او هتحددهم كلهم بالماوس كده زي ما انت شايف. بعد كده هتدوس كليك يمين وهتدوس على كرييت كومباوند كليب اللي هي الت زائد جي زي ما انت شايفين، خلانا الفيديو كله في فيديو واحد. وهتدوس كليك يمين تاني وهتدوس على بري بروسيسورز زي ما انت شايف اللي هي ديت، هتدوس عليها هتلاقي الفيديو بيحمل معاك اهو. هنستناه لما يحمل. بعد ما حمل معانا زي ما انت شايفين، هنيجي كده نعرف اسم البروجكت ده اللي هو 0724 زي ما انت شايف اللي هو البروجكت ده. هنخرج كده من الكاب كات وهنخش على الملفات وهنعمل لاسك ليه اللي احنا نسخناه في اول الفيديو. هنعمل لاسك كده زي ما انتم شايفين وهندوس على انتر. زي ما انتم شايفين الاسم بتاع البروجكت اهو اللي هو 0724، هنخش عليه كده 0724 وهنخش على الريسورس وهنخش على كومبينيشن. هنتلاقي فيديوهين زي ما انت شايف. هنخش كده على الفيديو الاول زي ما انت شايف الفيديو اشتغل معانا اهو، والمؤثرات متضافة كمان بدون اي مشاكل وجودة عالية زي ما انت شايف. بس كده يا صاحبي، كده يكون خلصت معاك الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لي فولو.